السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الكرام، يلومون بعض الإخوة القبائل، يردوا عليا في كم مرة ويقولون بلي راكم تقولون حنا الزعوف وحنا. لا، حنا ما نقصدوكمش نتوما، ولكن لازم نحطوا نقاط الحروف. إذا كان المنشور هذا اللي راني رايح حاطه درك ف القناة نتاعي وراكم تشوفوا فيه نتاع هذه هبة الأمازيغية، واحد ولا قبيلي واحد رد عليه، فتحبوا نقولوا عليكم نقولوا عليكم راكم ملاح، ولا واحد رد عليه. عايز تقول هاد الهيبة هذه الهبهب هذه المسخ هذه، الجزائر للرب يسوع المسيح، للرب يسوع المسيح. إذن يسوع المسيح أصبح ربا، هذو أصبحوا مسيحيين أكثر من المسيحيين الكريسيين. وشو سون دي بروتستانت، اتونسيون، يعني كيما يقولوا لو بلي دونجورو اللي يتعاملوا معاه الصهيونية العالمية، يعني اللي الأخطر على الإطلاق، اللي كاثوليك و مسيح ولكن ما يوصلوش لدرجة البروستانت. شوف واش تقول هاد الأفاك الأثيمة، تقول راه تقول ما هو مبني على أساس هش مصيره الانهيار، يعني الإسلام بني على الهش. الإسلام بني على الهش، ماشي كيما الصورة راكم تشوفوا فيها المسيح، الصورة نتاعو راهو مقتول، مصلوب. وما بني على باطل مصيره الزوال لا محال. اي تعرف تضرب العربية، اتونسيون، هذه راهي سبيسياليست في كيفية إيصال الفكرة للبغولة والحمير والمبغلين، وتستطرد في قولها تقول دخل الإسلام غازيا. كيفاش دخل الغازيين؟ منين دخل؟ أصلا هو دخل الإسلام، اللي وجه الإسلام هي الكهنة، ما دخلش على الجبل تاع جورج، راه دخل الكاهنة هي اللي حاربت الإسلام وبعدته. بعد زاد عاود في حملة ثانية، ولادها الزوج أسلموا ودخلوا في الإسلام، أما هي استمرت على كفرها وماتت مقتولة. فهمت كيف؟ الإسلام ما دخلش غازي، عمره لا دخل الإسلام غازي. القبائل والأمازيغ كلهم، والشوية الأحرار والهوغار، نقولوا خوتنا خوتنا في الهوغار، تقبلوا هذا الإسلام، تقبلوه، لقوش دين عنف. الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، العالمين هما الجن والإنس، رحمة للعالمين. تجي انت يا واحد راك كيما با، تجي على الأقل نظرني أنا، نديرو مناظرة أنا وانت ونبين لك بالدليل القاطع باللي هذا التثليث، الدين المسيحي المثلث هذا مسكيفه، راهو دين باطل من كل جوانبه. إذن دخل الإسلام غازيا مستبدا، مستعبدا لكرامة الإنسانية. وقتاش كان الإسلام؟ أعطيني دليل واحد، ربع دليل، ربع عشر، واحد على عشرة، أنسير ديس، بلي الإسلام راهو كان مستبد ومستعبد لكرامة الإنسانية. نزلناه رسالة رحمة للعالمين، رحمة، 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 ك
كانت المرأة في أوروبا، دابا كانت المرأة في أوروبا، كانوا الفرنسيين يقولوا اللي يتبعوهم الزوف يقولوا المرأة تسكنها الأرواح الشريرة. حتى كيحصلوا وحصلوا وبدات الثوره الصناعيه في انجلترا وخلصوا الرجال نتيجه الحروب وكل شيء، قال نخدموا النساء ويخرجوا النساء ونعطيو حريه المراه. حقا حقا اريد به باطل، ما كانش اللي يعطى الحق للانسان والانسانيه ولا المراه ولا الرجل قد الاسلام. هاو قدامك من القران الكريم، إذا كان عندك كم شك تفضلوا. وتزيد تقول دخل غريب بحجة أنه شرع الله ودين السماء. دخل غريبا، دخلش غريبا، شكون اللي قال دخل غريبا؟ وقتاش كان غريب؟ احتضنوا كل الشعب الجزائري حتى نوصل للمحيط الأطلسي، المغرب في المحيط الأطلسي. دخل على أنقاض الجثث. أي جثث تقصدين؟ واحد العافينة، واحد الميكروبة، واحد السقطة، كتاش اي جثث ودماء البشر. دخل على انقاض الجثث ودماء البشر لاهدا وراء الجنس. الجنس انا نعرفكم انتم اللي تيجيو تحضروا في يزوف، تحضروا في تمارسوا الدعارة في الكنائس نتاعكم. حنا مسجد على بالك يدخلوا غير الرجاله، الرجاله مفصولين عن النساء، بيت الله فيه الرحمة، من الكنائس في الدبرة بمولاها وتمارسوا الجنس في الكنائس نتاعكم وتمارسوا الدعارة، أكبر مواخر للدعارة في الكنائس نتاعكم. ودماء البشر، دماء البشر شكون اللي كان يقتل في التسعينات؟ العرب ولا الزواف ولا الشوية؟ شكون اللي كان يقتل؟ ربة زير شكون؟ منين؟ منين ربة زير؟ ودماء البشر لاهيا وراء الجنس والسلطة والمال. خلي برك، لكنه زمن الارتداد الحقيقي عنه. ترتد انت عنه، انت اللي ارتدي. ومن يرتد عن الاسلام فله عذاب عظيم، عذاب عظيم. حكم المرتد هو القتل، حكم المرتد في الإسلام هو القتل، القصاص، قصاص، هذا هو حكم المرتد. ولذلك نطلب ونكرر ونعيد للإخوة الكرام في بلاد الزوبة، بلاد قبائل، بلاد في تيزي وزو بجاية، في كل المناطق اللي راه منتشر فيها هذا الوباء الخطير جدا، هم اللي كما يقولوا الواجهة الأولى ضد هاد الأوباش هادو اللي راهم استغاثوا اليوم اللي عدوا بفرنسا. بتعرفوا باللي فرنسا هي اللي تسير فيهم، ما يسير فيهم حتى واحد خلف فرنسا والأمريكان والولايات المتحدة الأمريكية وكل من والاهم. ورانا شفنا دي فيديو، شفنا كيف استغاثوا ووصل الميساج، وقام واحد على بك رئيس الأساقفة في فرنسا بإبلاغ الرئيس الفرنسي. جوسكا ماتنو ما على بالناش واش هو الرد تاع الفرنسي، بصح رانا على بالنا بيه. بلا ما يرد رانا على بالنا واش هو الرد تاع سي ماكرون. وعليه نطلب من الإخوة في بلاد القبائل التصدي لهذا الشر ديما الضالة، هذا الشر ديما المجرمة، باش من بعد ما يقولوش باللي الإخوة الشوية ولا الإخوة العرب والإخوة التوارق باللي راهم ظلمونا وحقرونا ويقولوا علينا الزواف ويقولوا لي ويقولوا. هاي جاتكم الفرصة باش تقوموا بطرد هاد الفئة الضالة، راهم في وسطكم وما قدرتوا ديروا لهم والو. حتى جات السلطة وقفلت 16 ولا 17 كنيسة يمارسوا الدعارة فيها والجنس والاستخبارات ونقل الأخبار للسيت فرنسا. إذن الإخوة الكرام بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتقبلوا مروري.
لا تنسوا كما عاهدناكم الاشتراك والدعم، الاشتراك والدعم. القناة راهي صغيرة 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 وتحتاج الاشتراك والدعم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أخوكم أبو محمد يجيج قبائل الحضرة يجيج الفينيقية. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.